بسم الله، نبدأ الدرس 21 من شرح كتاب كيف تتقن الأجرومية. طبعا نبدأ بفصل التوابع، وطبعا التوابع هي طبعا النعت والعطف والتوكيد والبدل، ولكن لابد أن نعرف أولا ما هو التابع. التابع هو سمي تابعا لأنه يتبع ما قبله في الإعراب، إذا لذلك هنا نقول هو اسم يتبع ما قبله في الإعراب، لذلك سمي تابعا. فإن كان ما قبله مرفوعا فيرفع أيضا، وإن كان ما قبله منصوبا ينصب، وإن كان ما قبله مجرورا يجر. انظروا مثلا، أنا قلت مثلا حضر الطالب النشيط، هنا نلاحظ الطالب فاعل، النشيط هذا تابع أو نعت. انظروا هو نعت مرفوع، لماذا؟ لأن ما قبله مرفوع، فهو يتبع ما قبله، فهو يتبع ما قبله في الإعراب، لذلك نسمي هذه الأشياء توابع. لماذا؟ لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب، ويسمى ما قبلها متبوع، ودائما يعرب حسب موقعه في الجملة. إذن هنا أنواع التوابع: النعت، وكنا النعت هو تابع يذكر بعد اسم قبله لبيان صفة فيه، لبيان وصف صفة فيه. عندما أقول مثلا حضر زيد المجتهد، أنا وصفت أنه فيه صفة الاجتهاد. انظروا زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. انظروا النعت المجتهد الصفة أو نعت، انظروا يتبع ما قبله في الرفع. كذلك مرت بزيد بالنصب المجتهدي يتبع ما قبله في ماذا؟ في الجر. رأيت زيدا المجتهدا يتبع ما قبله في ماذا؟ في النصب. لذلك انظروا وصفت زيد، يعني أنت عندما تقول حضر زيد المجتهد، إذا أنت وصفت زيدا بالاجتهاد. العطف هو تابع يذكر بعد اسم قبله، يتوسط بينهما حرف من يعني حرف من حروف العطف، وأنواع حروف العطف كثيرة. يعني تقول حضر علي والواء حرف عطف وزيد، انظروا علي وزيد، انظروا زيد اسم معطوف مرفوع، لماذا؟ لأن المعطوف عليه أو ما قبله ماذا؟ أيضا مرفوع. كذلك مثلا مررت بعلي وزيد، انظروا علي وزيد، الواو حرف عطف. إذا هنا رأيت عليا بالنصب وزيدا، إذا معنى ذلك أنت أشركت زيدا مع علي في حكم الحضور، في حكم واحد، هذا هو الحاضر زيد وعلي، إذا الحضور وقع أو الذي قام حضور زيد وعلي، إذا أو حكمت على علي وزيد بماذا؟ بالحضور. ونلاحظ أن الاسم المعطوف يتبع ما قبله في الإعراب، يعني زيد علي، علي بعلي وزيد، عليا وزيدا هكذا. أما التوكيد هو أيضا تابع، يعني لاحظ أن النعت تابع والعطف تابع والتوكيد أيضا تابع، هو تابع يذكر بعد اسم قبله، هنا لتقوية وللتقوية والتأكيد، لدفع طبعا الشك أو النسيان. يعني مثلا أنت تريد أن تقول حضر زيد نفسه، أنت تؤكد حضور زيد بنفسه حتى لا يعتقد، يعني حتى لا يعتقد البعض أن مثلا أن الذي حضر نائبا عن زيد مثلا، لا، ولكن بنفسه، أو حضر مثلا الرئيس نفسه. إذا هنا نلاحظ حضر زيد، إذا زيد فاعل، انظروا نفسه، إذا نفسه توكيد لماذا؟ لزيد. أو مررت بزيد نفسه، إذا توكيد لماذا؟ لزيد، إذا مجرور مجرور. طيب إذا هنا رأيت زيدا، إذا منصوب نقول نفسه، إذا نلاحظ التوكيد يتبع ما قبله في الإعراب أيضا. إذا هنا هو، إذا هو تابع للتوكيد، إذا هنا هو وصف، هنا إشراك في الحكم، هنا ماذا؟ هنا تأكيد وتقوية للحكم. طيب إذا هنا أكدت حضور زيد بنفسه لمن يشك في حضور من؟ زيد يعني. طب هنا البدل هو توضيح، هو ماذا؟ توضيح، يعني هو تابع يذكر بعد اسم قبل ليوضحه ويبين مقصوده. يعني مثلا عندما تقول حضر المدير، أنت تتأمل هو المدير، هل هو زيد أم علي أم محمد؟ إذا عندما تقول حضر المدير زيد، أنت وضحت من هو المدير، أنت لا تصف المدير بأنه زيد، لا، ولكن أنت توضح من هو المدير. إذا هنا إبهام، حضر المدير ومن هو المدير؟
من؟ ممكن هناك مدير ومدير وفي كل شركة مدير، توضح من مدير زيد. إذا أنت وضحت هذا، أو تقول حضر المعلم في المدرسة تقريبا، يعني من هو؟ هل محمد أم زيد أم المعلم كذا أم كذا؟ لا، تقول حضر المعلم زيد، إذا هنا توضيح. إذا هنا المدير فاعل مرفوع برفع الضم، إذا زيد بدل مرفوع يتبع ما قبله في الإعراب. كذلك مررت بالمدير زايد، إذا يتبع ما قبله في الإعراب. انظروا اسم مجرور، إذا زيد بدل مجرور. رأيت المدير زايد، إذا بدل منصوب، إذا هنا يتبع ما قبله في الإعراب. لماذا؟ لأن المدير مفعول به. إذا نلاحظ أن هذه التوابع إعراب، أن هذه التوابع إعرابها يعتمد على ما قبلها. فإن كان ما قبلها منصوبا ينص، وإن كان ما قبلها مثلا مجرور يجر إلى آخره. إذا هنا نلاحظ قصدت زيدا بالحكم دون غير. عندما تقول رأيت المدير زيدا، إذا أنت قصدت ماذا؟ زيدا بماذا؟ بالحكم دون غير. طيب نبدأ بالتوابع، وهو درس النعت أو الصفة. النعت أو الصفة هو تابع يذكر بعد المتبوع لبيان صفة في المتبوع، لبيان صفة في المتبوع. قال ابن آجي الروم رحمه الله: النعت تابع للمنعوت في الرفع والنصب والخفض، يعني الخفض الجر. كذلك أيضا في التعريف والتنجين. إذا هنا بقى نختص بالنعت. إذا النعت يختص أنه يتبع ما قبله في المعرفة والنكرة. تقول قام زيد العاقل، زيد معرفة. كذلك العاقل أيضا معرفة. إذا نلاحظ أن النعت يتبع ما قبله في الإعراب والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث إلى آخره، يتبع ما قبله. ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل. إذا هنا انظروا رفع رفع، قام زيد العاقل، لأن زيد فاعل مرفوع، إذا العاقل النعت مرفوع. رأيت زيدا العاقلة، زيدا مفعول به منصوب، العاقلة أيضا نعت منصوب. مررت بزيد العاقل، زيد اسم مجرور مجرور اسم مجرور، إذا العاقل نعت مجرور، إذا يتبع ما قبله في الإعراب. إذا فالنعت اسم يتبع ما قبله في الإعراب، فإن كان مرفوعا، فإن كان ما قبله مرفوعا يرفع، وإن كان منصوبا ينصب، وإن كان مجرورا ماذا؟ يجر. والنعت هو الصفة، يعني ممكن نقول صفة أو نعت. وتتبع المنعوت، يعني الموصوف، المنعوت الموصوف في الإعراب والتعريف والتنكير، وسنشرح هذا بالتفصيل بعد قليل. هنا والمنعوت هو الموصوف، ويسمى أيضا المتبوع، يأتي قبل النعت، يعني الشيء الذي أنا أصفه. فعندما تقول مثلا حضر الطالب المتفوق، إذا الطالب هذا يسمى منعوت أو موصوف، والصفة ماذا؟ هي النعت المتفوق. ويتبع النعت المنعوت في التعريف والتنكير والعدد، يعني الإفراد والتثنية والجمع، والإعراب يعني رفع والنصب والجر، والنوع يعني التذكير والتأنيث. يعني انظروا مثلا لو أنا قلت انظروا مثلا معرفة زائد معرفة، يعني عندما تأتي، مهم جدا لكي تستطيع أن تستخرج النعت من الجملة، عندما تجد معرفة زائد معرفة، المعرفة الثانية تصف المعرفة الأولى، لابد أن تصف. إذا حضر الطالب المتفوق معرفة ومعرفة، المعرفة الثانية المتفوق تصف الطالب الأولى، لأن أنا وصفت الطالب أنه متفوق. إذا الطالب هو المنعوت، ويعرب ماذا؟ ويعرب طبعا فاعل، والمتفوق نعت مرفوع. نعت ماذا؟ نعت مرفوع. كذلك أيضا النكرة، عندما تجد نكرة زائد نكرة، النكرة الثانية تصف النكرة الأولى، تعرف النكرة الثانية. يعني حاضر طالب متفوق، أنا وصفت الطالب أنه متفوق، إذا النكرة نكرة، النكرة الثانية تصف النكرة الأولى، تصف النكرة ماذا؟ الأولى. إذا هنا منعوت. يعني لو أنا قلت مثلا حاضر مثلا الفاروق عمر، إذن هنا نلاحظ أن هنا معرفة وهنا معرفة، الفاروق معرفة عمر معرفة، لكن عمر هنا تعرب ماذا؟ بدل، ولا تعرب نعت. لماذا؟ لأن المعرفة لا تصف، لأن المعرفة الثانية لا تصف ماذا؟ لا تصف المعرفة الأولى. أنا لم أصف الفاروق بأنه عمر، كيف نصف أنه عمر؟ بخلاف لو قلت حاضر عمر الفاروق
فأنا وصفت عمر بأنه فاروق أو الصادق أو الأمين إلى آخره، فهنا نعم هذه المعرفة الثانية تصف الأولى. إذن هنا الفاروق تعرف معه، أما المهونة المعرفة الثانية لا تعرف نعم بل تعرف بعد، لأن أنا وضحت من هو الفاروق ولم أصفه يعني أنا هنا أنا لم أصف عمر بأنه فاروق، أو لم أصف الفاروق بأنه عمر، لا يجوز. طيب النعت يطابق النعت المنعوت في أربعة أشياء. أولا في الإعراب، يعني أولا الإعراب، يعني مثلا المجتهد نع، انظروا مرفوع مرفوع، قابلت محمد المجتهد منصوب منصوب، مررت محمد المجتهدي مجرور مجرور. كذلك أيضا النعت يتبع المنعوت في العدد، يعني في الإفراد والتثنية والجمع، يعني مثلا درس أنا معلم كريم، أنا وصفت المعلم، انظروا نكرة زي النكرة، والنكرة الثانية تصف الأولى، أنا وصفت المعلم بأنه كريم، لا يجوز أن أقول درس لنا معلم كريمان أو كرماء، لا يجوز، إذن هنا يتبع في الإفراد مفرد مفرد، يتبع ما قبله في الإعراب. كذلك أيضا انظروا رجلين كريمين، مثنى مثنى، إذن يتبع ما قبله في ماذا؟ في التثنية، رأيت رجلين كريمين، إذن رجلين مفعول به منصوب على النصب لأنه مثنى، وكريمين صفة أو نعت لماذا؟ لرجلين منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. أو مررت انظروا بمعلمين ماهرين، انظروا جمع مذكر جمع مذكر، أو معلماء بمعلمات ماهرات جمع مؤنث جمع مؤنث، أو برجال أو بالرجال العلماء أو برجال كرماء هكذا. إذن النعت يتبع ما قبله في الإفراد والتثنية والجمع. كذلك التذكير والتأنيث، يعني مثلا الطالب المجتهد، يجوز أن أقول الطالب المجتهد، لا، مذكر مذكر، الطالب المجتهد مؤنث مؤنث، إذن في التذكير والتأنيث. كذلك أيضا في التعريف والتنكير، يعني أنا قلنا نكرة زائد نكرة، النكرة الثانية تصف الأولى يعطينا نعت، إذا نكرة زائد نكرة، النكرة الثانية تصف الأولى تعطينا نعت. كذلك معرفة زائد معرفة تصف المعرفة الأولى يعطينا نعت، إذا نكرة نكرة معرفة معرفة. طيب هنا ينقسم النعت باعتبار لفظه إلى طبعا النعت المفرد، والنعت المفرد هو كلمة واحدة ليست جملة ولا شبه جملة، مثل ما كنا في الخبر وإلى آخره. إذن عندما أقول سلمت على الطالب المجتهد، هل المجتهد جملة؟ لا. هل شبه جملة؟ لا، إذن نعت مفرد. طيب انظروا مثلا قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أنزلنا الآيات هنا مفعول به منصوب نصب الكسر نوع جمع جمع مؤنث، بينات مفعول به عفوا نعت منصوب علامة نصب الكسر أنه جمع ماذا؟ مؤنث. انظروا مثلا المنعوت آيات يعرب حسب ما قلنا في الجملة مفعول، النعت بينات يعني المنعوت آيات والنعت بينات، نعت طبعا منصوب طبعا في، إذا في حالة الإعراب منصوب منصوب، في الإفراد والتثنية والجمع جمع هو جمع، في التذكير والتأنيث مؤنث أيضا مؤنث، تعريف والتنكير نكرة أتت نكرة. كذلك أيضا لميقات يوم معلوم، لميقات إذن يوم مضاف إليه مجرور، وصفت بأنه معلوم نكرة زائد نكرة تصف النكرة الأولى، إذن معلوم هنا نعت، إذن المنعوت يوم مضاف إليه مجرور بالكسر، معلوم نعت مجرور، إذن في الإعراب تابع ما قبله في الإعراب، الإفراد والتثنية والجمع مفرد أيضا تابع مفرد، تذكير والتأنيث مذكر مذكر، يعني يوم مذكر معلوم مذكر، نكرة نعم نكرة، تعريف والتنكير. طيب هنا ما يعرب نعتا مفردا، يعني أقول النعت المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. كلمة ابن، وهذا مهم، كلمة ابن إذا وقعت بين علمين أعرب نعتا، وما بعدها يعرب مضافا إليه. علم يعني اسم شخص، اسم ماذا؟ اسم شخص، يعني مثلا علم زائد ابن زائد علم، العلم الأول يعرب حسب موقعه في الجملة، ابن تعرب نعتا للعلم الذي قبله، وعلم الثانية تعرب ماذا؟ علم الثانية تعرب مضافا إليه. انظروا مثلا حضر محمد، إذن العلم الأول يعرب حسب موقعه في الجملة، إذن محمد فاعل،
طيب محمد، أنا وصفت محمد أنه ابن زيد، إذن ابن هنا نعت مرفوعة رفع الضم، لماذا؟ لأن متبوعه مرفوع لأنه فاعل. طيب ما يعرب زيد؟ ما يعرب حتى نلاحظ منظره التنوين محذوف للإضافة، إذن زيد مضاف إليه. إذن معنى ذلك كلمة ابن إذا وقعت بين علمين ابن تعرب، يعني مثلا إذا وقعت ابن بين علمين، العلم الأول يعرب حسب موقعه في الجملة، وكلمة ابن تعرب نعتا، لماذا؟ للعلم الأول، والعلم الثاني يعرب ماذا؟ مضافا إليه. إذن هو العلم الأول يعرب حسب موقعه في الجملة، ابن نعتا للعلم الأول، زيد يعرب مضاف إليه. طيب كذلك ما يعرب نعتا مفردا عندما نجد اسم معرفة بعده اسم موصول، لأن اسم موصول يصف. ذهبت الطالبة التي، معرفة معرفة، أنا وصفتها التي نجحت، إذن التي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت للطالبة، لأن الطالبة فاعل مرفوع فيكون في محل رفع، ونجحت طبعا هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذن التي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ نعت، لأن مدبوع الطالبة طبعا مرفوع لأنه فاعل، فيكون النعت في محل رفع لأنه مبني، لأن المبني يكون في محل رفع نصب جر إلى آخره. كذلك لو وجدنا، إذن هنا اسم معرفة زائد اسم موصول، اسم موصول يعرب نعت. كذلك لو اسم معرفة زائد ماذا؟ زائد اسم إشارة، يعني مثلا شكرت الطالبة هذا لأنه وصفته بإشارة، يعني الطالب هذا المشار إليه هذا، إذن هنا الطالبة مفعول به منصوب، إذن هنا وهو معرفة وهو واسماء الإشارة هذا معرفة، إذن هنا هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب ماذا؟ نعت. طب لماذا في محل نصب؟ لأن المنعوت منصوب، مفعول به منصوب، لأن متبوعه ماذا؟ منصوب، لأنه مفعول فيكون نعت في محل نصب لأنه ماذا؟ مبني. إذن عندما نجد اسم معرفة بعده اسم إشارة، إذن اسم الإشارة سيكون في محل ماذا؟ في محل نعت. طيب إن كان ما قبله مرفوعا سيكون في محل رفع نعت، وإن كان ما قبله منصوب، وإن كان ما قبله منصوبا يكون في محل ماذا؟ نصب الاسم يعني المبني، وإن كان ما قبله مجرور يكون في محل ماذا؟ جر. انظروا مثلا مررت بالمعلمة، اسم مجرور بالباء ومجرور الكسر، هذه، إذن هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل ماذا؟ جر نعت، لأن المعلمة ماذا؟ مجرور. كذلك ما يعرب نعتا الاسم المشتق بعد أيها وأيتها، يعني أي اسم مشتق بعد، طبعا اسم مشتق معرب بالألف واللام، يعرب نعتا مرفوعا دائما، نعت مرفوع دائما هكذا، يعني مثلا عندما أقول يا أيها العامل، العامل اسم مشتق معرف بالألف واللام، يعرب نعتا لأي، نعت مرفوع دائما. إذن طب كيف عرفت أن العامل اسم مشتق؟ لأنه مشتق من فعل عامل، أو تستطيع أن تأتي منه بفعل، يعني العامل تأتي منهم بفعل وهو ماذا؟ عامل، إذن هو مشتق من الفعل. مثلا يا أيتها الطالبات، إذن الطالبات نعت مرفوع، لماذا؟ لأنه اسم مشتق معرف بالألف واللام. كيف عرفت أنه مشتق؟ لأنك تستطيع أن تأتي منه بفعل طلبة. يا أيها المعلم، إذن يعرب نعتا، لماذا مشتق؟ كيف عرفت؟ تستطيع أن تأتي من علمة، الفعل منه من علمة. يا أيها الناجح، نعت مرفوع لأنه مشتق، إذن لماذا مشتق؟ من الفعل ناجحة، تستطيع أن تأتي بالفعل. إذن معنى ذلك أن العامل والطالب والمعلم والناجح أو الطالبات نعت لأي أو أيتها، مرفوع نعت رفعي الضمة لأنه اسم مشتق معرب بالألف واللام. أما إذا جاء جامدا فيعرب بدلا، الأفضل أن يعرب بدلا، يعني مثلا عندما تقول يا أيها الرجل، هل لن تستطيع أن تأتي منه بفعل؟ إذن هذا جامد، يعني مثلا لو قلت يا أيتها الشمس جامد، يا أيتها المرأة جامد، إذن نلاحظ لأنك لا تستطيع، هل تستطيع أن تأتي من هذا الاسم بفعل؟ لا تستطيع. إذن معنى ذلك أنه ماذا؟ أنه جامد، فيعرب بدل مرفوع عند رفع الضم. إذن الخلاصة الاسم المعرب بعد أيها أو أيتها لو هو مشتق يعرب ماذا؟ نعتا، ولو هو بدل يعرب ماذا؟ لو هو جامد يعرب ماذا؟ بدل. كذلك أيضا المعدود زائد العددان، يعني عندما يأتي العددان واحد واثنان، يعني واحد واثنان يعربان نعتا للمعدود، لأن مثلا واحد هذا نسميه عدد، مررت برجل واحد ورجل يسمى معدود،
إذن كلمة واحد هي صفة للماذا؟ للمعدود وهو رجل. إذن عندما نجد معدود زائد العدد واحد أو اثنان، فالعدد واحد واثنان يعربان نعتا للمعدود قبله. يعني إذا معنى لما مررت برجل واحد وصفت أنه واحد، إذن واحد نعت لرجل، نعت مجرور عامل جره الكسرة لأن مدبوعه ماذا؟ مجرور. كذلك هنا أقول حضر رجلان، المعدود ماذا؟ رجلان، والعدد اثنان، إذا رجلان فاعل، إذا اثنان أيضا نعت مرفوع لرجلان، منصوب محفوظ به الألف نعت مرفوع لرجلان وعلامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إذن هنا مفعول به منصوب لأنه مثنى، إذن اثنين نعت منصوب لأنه ملحق بالمثنى، نعت أيضا. إذن العددان واحد واثنان يعربان نعتا لماذا؟ للمعدود. طيب نحن انتهينا من ماذا؟ من العدد، من النعت المفرد، ننتقل إلى النعت الجملة. هنا النعت الجملة طبعا ممكن جملة اسمية. قبل أن نبدأ يا إخوة، النعت الجملة أو شبه الجملة، عندما نجد نكرة دائما المتبوع في النعت الجملة أو الموصوف يكون نكرة فقط. يعني بعد ذلك عندما نجد نكرة بعد هذه النكرة جملة أو شبه جملة، هذه الجملة تكون صفة. لماذا؟ للنكرة. يعني مثلا عندما نجد نكرة زائد اسم زائد ضمير زائد اسم، إذا معنى ذلك هذه جملة اسمية تصف هذا الاسم النكرة. بمعنى اسم نكرة الرجل، إذا الرجل فاعل، انظروا الرجل، هذا الرجل علمه مثلا الاجتهاد، أو ممكن يكون عمله الاجتهاد مثلا، يعني عمله الاجتهاد. انظروا عمله، انظروا اسم زائد ضمير زائد اسم، إذا معنى ذلك عمله مبتدأ والاجتهاد خبر، إذا هذه جملة اسمية. طيب الجملة الاسمية تكون في محل ماذا؟ في محل نعت. طيب هل نكون في محل نصب أم في محل جر أم ماذا؟ ننظر إلى النكرة، هل النكرة مرفوعة؟ نعم مرفوعة، إذا جملة اسمية في محل رفع نعت لرجل لأنها مرفوعة. انظروا مثلا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. انظروا غلام، إذا النكرة جر ومجرور، جاء بعدها ماذا؟ اسم زائد ضمير زائد اسم، إذا مبتدأ اسمه مبتدأ ويحيى خبر، إذا هذه الجملة الاسمية ستكون في محل جر نعت. لماذا؟ لأن المنعوت ماذا؟ مجرور، غلام اسم مجرور واسمه مبتدأ ويحيى خبر، إذا الجملة في محل ماذا؟ الجملة في محل، طبعا الجملة الاسمية في محل جر نعت. طيب كذلك نعت الجملة الفعلية، نكرة زائد فعل انتهى الأمر. مررت برجل، طبعا رجل اسم مجرور، يضحك فعل مضارع، الفاعل مستتر تقديره ويعود على الرجل، إذا الجملة الفعلية في محل جر نعت. طب لماذا كنا في محل جر؟ لأن المتبوع مجرور، إذا الرجل اسم مجرور بالباء والجملة الفعلية يضحك في محل ماذا؟ جر نعت. هكذا قال الله تعالى: من المؤمنين رجال، انظروا هنا رجال مرفوع، طبعا مبتدأ مؤخر، تقدير الكلام رجال من المؤمنين، وشبه الجملة خبر لرجال. المهم رجال هنا مبتدأ مؤخر، وصفهم الله أنهم ماذا؟ صدقوا. إذن صدقوا فعل ماضي مبنى على الضم، والواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن والجملة هنا، والجملة يا إخوة، جملة رجال، جملة صدقوا، هذه الجملة في محل رفع لماذا؟ في محل رفع نعت لماذا؟ لرجال. طيب ممكن أن يكون شبه جملة، يعني الظرف والجر والمجرور، عندما نجد اسم نكرة زائد جر ومجرور، رأيت معلما في الفصل، إذن معلما مفعول به منصوب في حرف جر، إذن شبه الجملة في محل ماذا؟ في محل نصب نعت، أهو في حرف جر الفصل اسم مجرور، وفي الفصل شبه الجملة في محل ماذا؟ نصب نعت.
ممكن الظرف عندما يجد نكرة زائد ظرف. وقف عصفور فوق، إذا عصفور فاعل وفوق ظرف مكان منصوب، وشبه الجملة في محل ماذا؟ في محل رفع نعم. شاهدت سمكا تحت الماء، إذا الجملة طبعا سمكا مفعول به وتحت ظرف منصوب، وهنا شبه الجملة في محل نصب ماذا؟ نعت السمك. طيب هنا النعت منه حقيقي ونعت سامي، يعني نعت حقيقي ونعت ماذا؟ سامي. النعت منه الحقيقي والسامي. طبعا الحقيقي هو ما دل على صفة في نفس المتبوع، يعني عندما أنا أقول سلمت على طالب المجتهد، طبعا الطالب يسمى الموصوف أو المتبوع المجتهد. أنا وصفت من؟ المتبوع. إذن هو ما دل على صفة في نفس المتبوع، أنا وصفت المتبوع المجتهد وصف المتبوع الطالب، إذن هذا نعت حقيقي. طب انظروا هنا كذلك نفس الأمر، إلى صراط مستقيم، إذن هنا أنا وصفت الصراط بأنه مستقيم، إذن صفة لصراط، نعت حقيقي. أما النعت السببي يدل على صفة، لا يدل على صفة في المتبوع بل اسم بعد النعت، يدل على صفة في اسم يأتي بعده له علاقة بالمنعوت أو علاقة بالمنعوت. يعني مثلا أنا قلت جاء طالب مجتهد، لو أنا قلت جاء طالب مجتهد فقط، إذن هنا مجتهد نعت حقيقي للطالب، لأنني وصفت الطالب نفسه، يعني أنا وصفت الطالب نفسه. أما لو أنا قلت جاء طالب مجتهد أخوه، إذن هنا أنا لم أصف المتبوع بل وصفت ماذا؟ اسما آخر وهو أخوه له علاقة بماذا؟ بالمتبوع. هذا نسميه نعت السببي، لأن النعت السببي لا نصف المتبوع بل نصف اسما آخر له علاقة بالمنعوت أو به ضمير يعود على ماذا؟ لأن أقول مجتهد أخوه والهاء تعود على طالب، إذن هنا يدل على صفة في اسم بعده له علاقة بماذا؟ بالمنعوت. يعني مجتهد وصف للاسم بعده وهو أخوه له علاقة بالمنعوت، إذن نعت سبب. فمجتهد نعت سبب لأنه دل على صفة في اسم وهو أخوه له ارتباط بماذا؟ بالمتبوع. إذن معنى ذلك، انظروا الفرق مثلا، أو حضر رجل مجتهد، هذا نعت حقيقي. لماذا؟ أنا وصفت المتبوع، هذا نعت حقيقي. لو أنا قلت حضر رجل كريمة أمه، انظر يا إخوة أنا لم أصف الرجل بأنه كريم، لا أنا وصفت أمه، إذن أنا لم أصف، إذا هذا نعت سبب. لماذا؟ أنا لم أصف المتبوع بل وصفت اسما بعد النعت وهو أم، أنا وصفت الكريم أم، ولكن له علاقة بماذا؟ يوجد علاقة بينهم بدليل أن الضمير يعود عليه أنها أم هذه الرجل. طيب نفس الأمر، ربنا أخرج من هذه القرية الظالمة، لم يقل ربنا أخرج من هذه القرية الظالمة، لو قال الله القرية الظالمة إذا الظالمة نعت حقيقي، يعني لو هنا القرية الظالمة فقط فالظالمة هنا نعت حقيقي لأنني وصفت المتبوع. أما الله قال ربنا على لسان من قالوا، يعني ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها، إذن وصف الأهل، إذن هنا لم يصف القرية بأنها ظالمة بل وصف الأهل، إذن هنا الظالم نعت سببي لأنه لم يصف المتبوع بل وصف اسما وهو الأهل له علاقة بماذا؟ بالمتبوع. فالظالم نعت سببي لأنه ضل على صفة في اسم وهو ماذا؟ أهله. طيب له ارتباط بالمنعوت. طيب لا ننسى يا إخوة أن النعت السببي يتبع المتبوع في الإعراب ولا يتبع ما قبله ما بعده، ولا يتبع ما قبله، يعني هنا هذه القرية مجرورة إذن الظالم مجرور، لا ننسى هذا. طيب ومن الواضح أن النعت السببي يصف الاسم الذي بعده المتصل به ضمير يعود على ماذا؟ على المنعوت، لأن أهلها بها ضمير يعود على ماذا؟ على المنعوت. إذن هنا ملخص النعت، هو كنا النعت هو تابع يذكر بعد المنعوت لبيان صفة فيه. طيب وكنا النعت منهم
طبعا مفرد وغير مفرد. وقلنا أن المفرد كلمة واحدة ليست جملة ولا شبه جملة، والنعت إما أن يكون معرفة زائد معرفة تصف المعرفة الأولى، مثل مررت بالطالب المتفوق، معرفة زائد معرفة المعرفة الثانية تصف المعرفة الأولى، أو نكرة زائد نكرة النكرة الثانية تصف الأولى، حضر طالب متفوق، إذا النكرة الثانية تصف ماذا؟ الأولى، انتهى الأمر. هذا هو النعت ماذا؟ المفرد. أما النعت غير المفرد ممكن جملة أو شبه جملة. طب جملة اسمية سنجد نكرة زائد اسم زائد ضمير زائد اسم، أهو زرعت شجرة، شجرة نكرة، سنجد اسم نوع اسم زائد ضمير نوعها زائد اسم. طبعا الاسم الأول مبتدأ، الثاني خبر، إذا يعطينا جملة اسمية في محل ماذا؟ النصب نعت. إذا شجرة مفعول نوعها مبتدأ جميل خبر، إذا الجملة الاسمية في محل نصب نعت. طب إذا سأسأل لماذا كنا في محل نصب؟ لأن الموصوف منصوب، فالجملة تكون في محل ماذا؟ نصب نعت. طيب أو جملة فعلية، عندما يجد اسم نكرة زائد ضمير، جاء رجل يضحك، انتهى الأمر. إذا يضحك فعل مضارع، فعل مستتر تقدروه هو، إذا الجملة الفعلية في محل رفع نعت. طب لماذا في محل رفع نعت؟ لأن المتبوع أو المنعوت ماذا؟ فاعل مرفوع. طيب شبه الجملة، عندما يجد اسم نكرة زائد جر ومجرور، رأيت معلما في الفصل، نكرة زائد جر ومجرور، إذا شبه الجملة في محل نصب نعت. طب لماذا في محل نصب؟ لأن معلما منصوب. أو اسم نكرة زائد ظرف، وقف عصفور فوق، إذا ظرف مكان وشبه الجملة في محل ماذا؟ في محل رفع نعت. طيب طيب إذا سأل سائل كيف نعرف الاسم النكرة والاسم المعرفة؟ إذا هنا قال ابن أجرون والمعرفة خمسة أشياء، لكي تعرف المعرفة والمعرفة خمسة أشياء، الاسم المضمر يعني الضمائر، جميع الضمائر معرفة معارف، والمبهم طبعا، والاسم العالم، إذا معنى ذلك الضمائر جميع الضمائر معارف، والاسم العالم يعني اسم الشخص أو اسم الشيء نحو زيد ومكة، إذا معنى ذلك اسم الإنسان أو اسم المكان، فهي من الأسماء من العلم، والمبهم، ويقصد بالمبهم أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. إذا هنا هذا رقم واحد، العلم رقم اثنين، المبهم أسماء الإشارة والأسماء الموصولة رقم ثلاثة، والاسم الذي فيه الألف واللام، أي اسم به ألف ولام فهو معرفة. طيب مثل الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من الأربعة يعني المضاف، لأن المضاف يضاف إلى معرفة، لأن فهو يكتسب التعريف، وسأشرح هذا بعد قليل. يعني المعرفة خمسة أشياء، المضمر الضمائر، سواء كان الضمائر المتكلم، فالمتكلم منها ما هو منفصل وما هو متصل، مثل أنا ونحن ونا المتكلمين ويا المتكلم، والمخاطب والضمائر المخاطب منها ما هو منفصل ومتصل، أنت وأنت وأنتم إلى آخره، والمتصل بك وكيف الخطاب يعني، أو ضمائر الغائب منها ما هو منفصل ومتصل، المنفصل هو هي هم والمتصل هاء الغائب. المهم جميع الضمائر، جميع الضمائر ماذا؟ معارف، معرفة يعني. طب العلم، العلم يعني اسم الشخص أو اسم المكان، سواء كان مفرد أو مركب. مفرد يعني من كلمة واحدة، أحمد، فاطمة، بغداد، قريش، أبو الحسن إلى آخره، أو عبد الله، سيبويه، حضرموت، كل هذا، فهذا ماذا؟ من المعارف. كذلك المبهم، والمبهم الأسماء الموصولة الذي التي إلى آخره، والأسماء الإشارة كلها معارف. ما فيه أي اسم معرف بالألف واللام فهو معرفة. ما أضيف إلى معرفة يعني المضاف، يعني مثلا كلمة طالب فقط هي نكرة، يعني كلمة طالب فقط الآن هي نكرة. طب متى تكون معرفة؟ متى تعرف؟ لو أضيفت، يعني أقول طالب العلم هنا أضيف إلى معرفة فيكتسب منه المعرفة، لذلك اكتسبت كلمة طالب التعريف بإضافتها إلى معرفة، بإضافتها إلى ماذا؟ إلى معرفة. إذا معنى ذلك المضاف النكرة إذا هو يأتي بعده مضاف إليه معرفة فيكتسب منه التعريف، فيأخذ منه ماذا؟ التعريف. كمثلا شخص صالح، انظروا تعرف على رجل فاسد فأصبح فاسدا مثله،
لأن المرء على دين خليل. كذلك نفس الأمر، رجل فاسد لو يعني لو لو صاحب يعني هو رجلا صالحا ممكن يصلح أيضا عمل. كذلك نفس الأمر، النكرة عندما تضاف إلى معرفة تكتسب المعرفة أيضا، هكذا. طيب طبعا شرحنا المعارف، طبعا المضمر والمبهم، طبعا الضمائر والمبهم الأسماء الموصولة والأسماء الإشارة، شرحنا المبنيات يعني في فصل المبنيات كلها معرفة. سابقا في المبني من الأسماء لاحقا، والإضافة سنأخذها في درس الإضافة إن شاء الله، المضاف يعني. أما الذي يهمنا الآن من المعارف هو العلم. العلم، العلم تعريف العلم هو كل اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، كزيد، أنا عينت أن هذا الرجل اسمه زيد هكذا، أو عائشة، أو هذا المكان اسمه مكة أو مصر أو بغداد إلى آخره. إذا معنى ذلك أن إذا هذا العلم هو كل اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا وليس مقيدا. طيب، وينقسم العلم من حيث لفظه إلى مفرد ومركب. فالأمر سهل، المفرد كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة، زين، زينب، القاهرة، مكة إلى آخره. أما المركب ما يتركب من أكثر من كلمة، يعني كلمة أو كلمتين أو أكثر إلى آخره، وهو ثلاثة أنواع. وهو ماذا؟ ثلاثة أنواع. إذن معنى ذلك العلم يعني هناك أعلام مركبة، المركب الإضافي يعني ما تركب من مضاف ومضاف إليه. امرؤ القيس مضاف، نكرة ذات معرفة مضاف إليه، عبد الله مضاف مضاف إليه، أمة الله مضاف مضاف إليه، أبو هريرة، هذا نسميه مركب إضافي. ونلاحظ لماذا قلنا مركب؟ لأنه مركب من كلمتين. المركب الإسنادي، ما معنى مركب الإسنادي؟ هو تكون من مسند ومسند إليه، أو بطريقة أخرى هو كالجملة، سواء كانت هذه الجملة اسمية أو فعلية، هذا نسميه مسند ومسند إليه إلى آخر. طيب، لأن الفاعل نسميه مسند إليه، وكذلك مثلا الخبر، والفعل مسند وإلى آخره يعني. إذن هنا والمبتدأ مسند، إذن لذلك نقول إسنادي يعني مسند ومسند إليه، أو بطريقة أسهل الجملة، يعني كجملة أنا سميت بها شخصا معين. يعني مثلا جاد الله، جاد فعل والله فاعل، أنا عندي ابن، أنا أطلقت عليه سميته جاد الله هكذا. إذن أصبح الآن مركب إسنادي، عالم مركب إسنادي. كذلك تأبط فعل وشر، انظروا حال مثلا، إذن هذه هنا ليست جملة، يعني لا أقول فعل ولا أقول مفعول، لا، إذن هنا مركب ماذا؟ علم مركب. لماذا؟ لأنني سميت به شخصا. كذلك شاب قرناه اسمه كذا، أو شخص اسمه السيد فاهم، طبعا هنا السيد مبتدأ وفاهم خبر، ولكن أنت سميته هكذا، اسمه هكذا السيد فاهم، هذا نسميه مركب إسنادي، يعني جملة فعلية أو اسمية. طيب المركب المزجي، كلمة يعني كلمتان امتزجتا وصارتا كلمة واحدة، مثلا هو ما تركب من كلمتين واختلط وامتزجتا معا فأصبحت كلمة واحدة، كمع ويكرم، أو معدي كرم هكذا، أو سيب وي، أو بعل بك، أو حضر موت. إذن هذه كان أصلها بعل بك، حضر موت، إذن تكون كلمة وكلمة صارت ماذا؟ كلمة واحدة. إذن هذا نسميه المركب المزجي، لامتزاجهما في بعض، يعني كلمة وكلمة امتزجتا حتى صارتا كلمة واحدة. طيب إذن هنا بعد ذلك ننتقل إلى وينقسم العلم باعتبار معناه إلى، عندنا هنا الاسم والكنية واللقب. يعني عندنا ينقسم العلم باعتبار معناه، ممكن يكون علم اسم عادي، يعني هو موضع دلالة على ذات، لا يبدأ بأم يعني أبو كذا أو أم كذا، ولا يشعر بالمدح كالفاروق والصادق الأمين إلى آخره، اسم عادي، خالد، هند، محمد، إبراهيم، هذا نسميه اسم عادي. وعندنا في الأعلام كنية، الكنية كل اسم شخص، لكن يبدأ أبو كذا، أبو محمد، أم محمد، بنت محمد هكذا، كأبو بكر، أم سلمة، أبو هريرة، ابن سينا، ابنة عمران جاءت في القرآن، بنت الشاطئ، هذا نسميه ماذا؟ كنية. إذن هنا الكنية هو وهي ما يبدأ
ما تبدأ، يعني أي اسم يبدأ بأم أو أب أو ابن أو ابن إلى آخره. طيب اللقب هو ما يشعر بحسب وضعية الأصل بمدح أو ذم، يعني شخص هو صادق نسميه الصادق. لما الرسول صلى الله عليه وسلم لقب بالصادق والأمين، هذا لقب مدح. أما ممكن أن يوجد لقب كذلك لقب مدح الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هكذا لقب أيضا. كذلك مثلا ممكن لقب ذم مثل شخص سفاح، هذا لقب ذم. إذن هنا هو ما يشعر بحسب وضعه بحسب المسمى، يعني نسمي به شخص كمدحه زين العابدين، زين العابدين الهادي الرشيد الصادق أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو الفاروق عمر رضي الله عنه. إذن هنا أو ما ممكن ذم مثل أنف الناقة، نظن شخص يطلقون عليه لقب أنف الناقة أو قفة أو السفاح أو الحطيئة إلى آخره. إذا معنى ذلك أن العلم بحسب معناه ممكن يكون اسم كاسم عادي، اسم شخص زيد، أو كنية يبدأ بأم أو أم زيد أو بنت زيد أو أبو بكر أو أم سلمة أو أبو هريرة، أو لقب يعني شخص نلقبه هذا الاسم نصفه بهذا الاسم، الصادق الأمين الكاذب هكذا. طيب هنا تنبيه، طبعا العلم يدخل في العلم كذلك أسماء الدول فهي من العلم كمصر مثلا، وأسماء القبائل كقريش مثلا، أو الأنهار مثلا يكون البحر الميت مثلا، أو أسماء البحار وأسماء الأنهار نهر النيل مثلا النيل، أو أسماء الجبال أو أسماء الحيوانات أيضا معنا. طيب إذا كان الشخص، تنبيه آخر، إذا كان الشخص له اسم وله لقب، يعني له اسم وله لقب، وجب تأخير اللقب. يعني مثلا أقول مثلا أقرأ سيرة هارون الرشيد، هارون هذا اسم شخص، هارون اسمه هارون، والرشيد هذا لقب، هو لقب بالرشيد لقب. فهنا تقول أقرأ سيرة هارون الرشيد، لا يجوز أن تقول مثلا الرشيد هارون، لا، الأفضل أن تقول تأتي بالاسم أولا بعد ذلك اللقب، بعد ذلك اللقب تقول هارون الرشيد الاسم أولا بعد ذلك، يعني شخص اسمه الصادق تقول جاء محمد الصادق الأفضل، ولا تقول مثلا ولا تقول جاء الصادق محمد. طيب بخلاف أما لو كان اللقب مشهور يعني اشتهر بين الناس فيجوز، يعني يجوز تقول مثلا عيسى اسم، المسيح لقب، انظروا لقب، جاء اللقب قبل الاسم، هذا في حالة إن كان اللقب مشهور وكل الناس يعرفون هذا. لكي لا أخطأ، يعني مثلا ممكن تقول عندما تقول جاء هارون الرشيد لا مشكلة، يعني تقول أو جاء زيد الصادق، تأتي بالاسم أولا بعد ذلك واللقب. أما لو كان اللقب مشهور بين الناس ومعروف تقول مثلا تأتي، ممكن تأتي، يجوز أن تأتي باللقب أولا بعد ذلك الاسم أو العكس، كالفاروق عمر مشهور بين الناس أن الفاروق من عمر، فممكن تقول جاء الفاروق عمر أو عمر الفاروق. طب إعراب العلم المركب، طبعا كنا العلم المركب تركيب إضافيا يعني من مضاف ومضاف إليه. طب هنا يعرب هنا صدره يعني الجزء الأول يعني حسب موقعه في الجملة، ونسميه المضاف لأن المضاف يعرب حسب موقعه في الجملة، رفعا ونصبا وجرا مع حذف تنوينه طبعا للإضافة. أما عجزه يعني الجزء الثاني مجرور دائما على أنه مضاف، يعني عندما نقول سافر عبد الله، إذن عبد فقط، من الذي سافر؟ عبد، إذن فاعل مرفوع رفع الضم، والله لفظ الجلالة مضاف إليه، إذن هكذا. كذلك أكرمت عبد الله، إذن عبد مفعول به منصوع نصب الفتح، ومررت بعبدي، إذن عبدي اسم مجرور. أما بعد ذلك الله لفظ الجلالة مضاف إليه دائما. إذا معنى ذلك أن المركب الإضافي الجزء الأول هو مضاف يعرب حسب موقعه في الجملة مع حذف تنوينه للإضافة، وما بعده يعرب مضافا إليه. طيب إعراب العلم المركب تركيبا إسناديا، وكنا التركيب الإسنادي يعني اسم شخص مكون من جملة سواء كانت اسمية أو فعلية.
إذن هنا المركب الترجمي يحكى على لفظه، يعني نفس الجملة كما هي يحكى على لفظه، أي يحكى على ما كان عليه قبل التسمية، يعني الجملة نفس الجملة بفعلها وفاعلها ومبتدئها وخبرها بنفس التشكيل والحركات تطلق عليه. ويكون إعرابه تقديريا، أي لا يتغير ضبطه، يعني مثلا تأبط شرا تبقى كما هي بالضبط، تأبط شرا ولكن تعرب هكذا. لو عندنا شخص اسمه تأبط شرا، طبعا هذه الأصل جملة ولكن أنت سميته تأبط شرا، جاء تأبط شرا، تقول تأبط شرا فاعل مرفوع رفع الضمة المقدرة، منع على أخيه، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. يعني نحن نحكي هذه الجملة هكذا تأبط شرا، ليس لنا لأننا شأن بالحركات. يعني مثلا جملة اسمها جاد الله، أنا سميت شخصا جاد الله أو مدينة أو مكان، ففي هذه الحالة يبقى كما هو جاد الله، لا نغير شيء أو لا يتغير الضبط. وبعد ذلك جاد الله، نقول جاد الله مفعول بمنصوب نصب الفتحة، يعني أكرمت جاد الله، إذا إنه معنا نصب الفتحة المقدرة. منع من زوره اشتغال المحل بحركة الحكاية. طب فهنا فتح الله أو فتح الله أو فتح الله، إذا هنا مررت، انظروا هنا انظروا بفتح الله أو نحن نقول فتح الله. يعني المهم إذا هنا اسم مجرور علامة جر الكسر المقدرة، منع من زوره ماذا؟ اشتغال المحل بحركة الحكاية، لأنه يحكى هكذا. طيب المركب تركيب مزجي، قلنا كلمتان امتزجتا وصارتا كلمة واحدة، يعرب إعراب الممنوع من الصرف، لأنه أصلا التركيب المزجي ممنوع من الصرف وأخذناه في المنع من الصرف. هنا يترك الجزء الأول على حاله كما هو، حاضر موت كما هو بالضبط، وتظهر حركة الإعراب على آخر الجزء الثاني دون تنوين لأنه ممنوع من الصرف. فنقول هذه حضر موت، إذن خبر مرفوع رفع الضمة الضمة دون تنوين لأنه ممنوع من الصرف، زرت حضر موتا مفعول بمنصوب بالفتح دون تنوين لأنه ممنوع من الصرف، ذهبت إلى حضر موتا، لماذا؟ اسم مجرور بالباء مجرور الفتحة لأنه ممنوع نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. إذا معنى ذلك أن التركيب المزجي تظهر على آخر الحركات على الجزء الثاني دون تنوين لأنه ممنوع من الصرف. بخلاف يا إخوة يستثنى من المركب المزجي المختوم بويه، لأن أي مركب مزجي مختوم بويه كسيبويه وعمرويه ونفطويه فإنه دائما مبني على الكسر في محل رفع أو نصب أو جر. يعني كل حاضر سيبويه اسم مبنى الكسر في محل رفع فاعل، رأيت سيبويه مبنى الكسر في محل نصب مفعول به، مررت بسيبويه مبنى الكسر في محل جر بالباء، كذلك عمرويه ونفطويه. يعني هذا يستثنى من المركب المزجي المختوم بويه. طيب هنا النكرة، يعني نحن انتهينا من المعارف، قلنا المعارف هي الاسم العلم والاسم المعرف بالألف واللام والاسم المبهم والضمير إلى آخره. قال ابن جرود رحمه الله والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. يعني مثلا النكرة هي اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون الآخر. يعني لو أنا قلت مثلاً غلام، غلام نكر، أنا لم أخص غلاماً بعيني، لم أقول مثلاً زيد، لا، إذن هنا أي غلام، إذن هنا اسم شائع في جنس لا يختص به واحد، إذن يطلق على أي غلام. يعني مثلاً الاسم النكر لا يخص شخصاً بعيني بخلاف العلم، فهو يخص شخصاً بعيني. فلو قلت رجل فهو اسم شائع يطلق على كل رجل من بني آدم، ولو قلت امرأة فهو اسم شائع يطلق على كل أنثى من بني آدم.
بخلاف لو قلت الرجل، فأنت في هذه الحالة تقصد رجلا بعينه، لو قلت الرجل إذن تقصد رجلا واحدا فقط. أما لو قلت رجل أي رجل، الرجل إذن تقصد شخصا بعينه أو رجلا بعينه. فلو بخلاف لو قلت الرجل، لأن هنا معرفة عرفته، فأنت في هذه الحالة تقصد رجلا واحدا بعينه وليس كل الرجال، فهو اسم معرف بالأل. ولو قلت المرأة فأنت في هذه الحالة تقصد ماذا؟ امرأة واحدة وليست كل النساء. طيب فهو اسم ماذا؟ معرفة، لأنه معرف بماذا؟ بالألف واللاء. طيب هنا وهناك تقريب توضيح أكثر للنكرة، وتقريب كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، أو ما صلح دخول الألف واللام عليه، كالرجل والفرس. يعني أي علامة النكرة دخول الألف واللام عليه، يعني أي اسم نكرة أو أي اسم يدخل عليه الألف واللام فهو نكرة. يعني أهو علامة النكرة، وهي جواز تعريفه بالألف واللام، أو جواز تعريفه بالألف واللام، أي دخول الألف واللام عليه. نحو فرس اسم نكرة بدليل دخول الألف عليه واللام عليه فتكون الفرس. طيب الاسم النكرة ينون إذا كان مصروفا، يعني ليس ممنوعا من الصرف، ينون أي ليس ممنوعا من الصرف. أما الاسم المعرفة فلا ينون أبدا. يعني مثلا ولد نكرة ينون. طيب بدليل أنه نكرة أنه يدخل عليه الألف واللام فنقول الولد، بنت نقول البنت، زوجة الزوجة، رجل الرجل، إلى آخره. هنا قال الشنقيطي باب النعت، النعت قد قال ذو الألباب يتبع المنعوت في المنعوت في الإعراب، كذا في التعريف والتنكير. إذا النعت يتبع المنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير، إذا زيد صاحب وصفته أنه صاحب، إذا يتبع ما قبله في الإعراب. والنكرة معرفة. واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير، إذا الضمائر معرفة، ثم الاسم العلم رقم 2، فزو الأداة، ثم الاسم المبهم وهو الذي والتي، وما إلى إحدى هذه الأربع أضيف فافهم المثال واتبع. يعني أي اسم أضيف لأي اسم معرفة فيكون معرفة أيضا. نحو أنا كالضمير، وهند العلم، والغلام الاسم المعرب بالألف واللام، وذاك وابن عمنا الهما، يعني ابن عمنا. إذا ابن هنا ماذا عرفت؟ لماذا لإضافتها إلى معرفة؟ أو هو كذلك عمنا إلى آخره. وإن ترس من شائعا في جنسه، يعني النكرة يعني، ولم يعين واحد في نفسه، يعني لم يعين، فهو المنكر يعني النكرة يعني. وتقريب حده لفهم المبتدئ، فكل ما الألف واللام يصلح كالفرس والغلام. يعني مثلا الغلام، ما الدليل؟ كيف تعرف أنها نكرة؟ لو قبلت الألف واللام فهي نكرة.